aman 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 fogil nakhal fog ya ba fogil nakhal fog. الفن هو الشيء الوحيد اللي بيسمح للشباب يعبر عن آراءه وأفكاره. وجود منصة ثقافية بالمناطق المهمشة شيء كتير منيح لنا إحنا كشباب لنعبر عن حريتنا وعن أفكارنا وعن معتقداتنا. ما عاد بدنا نخاف نطلع على شمال أو حتى هن يجوا عنا على الجنوب. بالنهاية كنا شعب واحد، كلنا عنا فن وبدنا نطلع. تلاقي المساحات الثقافية بين الشمال والجنوب حتعزز دور الشباب، حتى هني حيصير عندهم تعارف أكتر على بعض، حتكسر المركزية الثقافية الموجودة عنا، حيصير في توازن بين المنطقة والتانية ثقافياً، ما حيكون في منطقة فقيرة ثقافياً والتانية غنية، حيصيروا كلهم متوازيين. نحن كشباب عم نتشارك نفس المعاناة ونفس الهواجس، هيدا الشيء بيخلينا انه نعمل فريق بين شباب الشمال والجنوب. من خلاله بنتشارك مع بعض وبكون عندنا اهداف واحدة، بنقدر نعمل تغيير اجتماعي وسياسي. نعتبر الفن هو محل تلاقي بين الشمال والجنوب، لأنه لما تقدم فن أنت عم تطلع شيء من جواتك بعيد عن كل القيود السياسية. نحن من خلال الفن بنقدر نسقط التهم اللي انحطت على كل فريق منا وعلى كل حدا مننا. يعني أنت لما تروح تشوف الناس عن جد حقيقتهم، ما في حدا، ما في شاب، ما في عائلة إلا ما بتطمح تعيش بوطن بس بحالة اجتماعية منيحة ويكونوا عايشين مرتاحين ومبسوطين بعيد عن كل التهم اللي حطوها عليهم وهني ما خصهم فيها.